ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في الكثير من الأحيان في اشتعال الحرائق، وهو ما حدث في اليونان. فالحرائق اجتاحت مناطق عدة بالقرب من العاصمة اليونانية، حيث يكافح رجال الإطفاء هناك لإخمادها. وصدرت أوامر بإخلاء نحو 6 مناطق ساحلية على الأقل مع اقتراب الحرائق من المنتجعات الصيفية. هذا وأرسلت فرنسا وإيطاليا 4 طائرات إلى اليونان للمساعدة في مكافحة الحرائق المستعرة هناك. أسباب عديدة أدت إلى موجات الحر القياسية الأخيرة، أبرزها التغير المناخي، لكن هناك عوامل أخرى، وهو ظاهرة أنينيو والتي تبرز كأحد العوامل الأساسية وراء الطفرة الحرارية الأخيرة. تعد هذه الظاهرة ظاهرة طبيعية تحدث في المحيط الهادئ، وتتمثل في ارتفاع درجة حرارة سطح المياه مما يؤثر على النظام المناخي في جميع أنحاء العالم. وتحدث الظاهرة بشكل غير منتظم بين فترة وأخرى، ويتراوح تأثيرها حسب قوتها وموقعها الجغرافي.